في ساعتين فرح مع فرح بن عمارة من 9 ل 11 على اي اف ام احلى راديو. صباح الخير، صباح الفل، صباح الورد والياسمين. الناس يتابعون فينا كل على راديو اي اف ام احلى راديو. 19 دقائق متواصلين معكم من توا حتى ال 11 متاع الصباح كيما العاده في ساعتين فرح. تحيه الناس اللي يسمعوا فينا على لي زوند نتاعنا، على الباج فيسبوك راديو اي اف ام، على لارابسات اي اف ام تي في. كيما قلت لكم كي العاده برشا اجواء تستنى فيكم اترافير لي روبريك. ماكي شنو اللي قاعد تعمل فمك؟ صباح لا انت قاعده تتكلم وانا قاعد نقلد فيك. صباح النور والفل والورد. صباح الخير. جيتك نهارك تكلى وحليب. جيتك انرجي علينا اليوم ولا كيفاش؟ هكاك عندها برشا ديجا من فاست الكار. من فاست الكار حسيت تشهرت بها فاست الكار على الاخر. وفما شكون التو يعاني منها فاست الكار بالحق. والله فما شكون مسكين وكا ان شاء الله ربي معاه. زوز من الناس هما لهنا يخدموا معنا يعني ومنها كل يوم يفيقوا مؤخر. الحمد لله يا ربي حتى حد ما يضيع حقه. واذا هزد يا ربي وقال ما يسالش خليني نشوف فيهم نهار. باهي يعطيك الصحة، مشكور مكي، شكرا على المشاركة. عايشة شوي آخر باش نلقاو مكي في توندونس كالعادة. شنو اللي موجود في الريزو سوسيو ومختلف التفاعلات نتاعكم؟ اليوم في كوتشينج، لايف كوتشينج، باش تكون عندنا مفاتيح ومفاهيم حركة العين. العينين اللي يوريو كل شيء. لا يوريو كل شيء. لا العينين يعطيو برشا حاجات بالرسمي، يعطيو لي زانديس الكل سيرتو في العلن. وفما ديجا حاجات ما تبينهمش العينين نجمو نقراوهم. نتصور اليوم صابرين بازر اللي تسمع فينا اكيد باش تعطينا ديسيدي اخرين نوليو نفيقوا برشا حاجات بالعينين. دونك اتاشيفو سانتور وسيرتو نساء المعرسين ماذا بيكم تقعدوا توا تتفرجوا فينا وتسمعونا على خاطر تنجموا تفيقوا برجالكم كي يوليو مروحين وين كانوا وين مشاو وين كان يعمل في قهوه مع اصحابه والا كان في بلاصه اخرى. والله انتظر برشا حاجات اليوم من صابرين معبوده الجماهير باش تولي. اذا صابرين قمودي اللايف كوتش اللي باش تكون حاضره معنا باش تعطيكم اكثر تفاصيل كالعاده. نهزوكم في ديكوفيرت دو جور. كنا عملنا زون تاع الشمال الغربي كل توا هبطنا شويه للجنوب. اليوم باش نمشيو مع بعضنا المدنين بني خديش. اي باش نمشيو مع وزير السياحه دونك كيما سميتو انا وان شاء الله يفيق المشيشي. مش ما يعملش كيما الكونفيرونس دو بريس اللي عملها البارح ولا نقطه اعلاميه ولا كيما قال شكيب درويش نكته اعلاميه. دونك ان شاء الله يسمعنا هكايا في ساعتين فرح ويعيط لمحمد تيسير النهدي في المشاورات الاخيره. علاش لا يكون مستشار ولا كاتب دوله ولا حتى وزير؟ علاش لا باش يفيدنا ويورينا المناطق المزيانه هذه. على خاطر نتصور وزير السياحه مهمته الاولى هي التسويق لتونس والتسويق للسياحة. ما نصورش كان شاء الله هم عنده مهمة أخرى نحن في بالناش بها. في بالي اللي أنت عندك مهمة بما أنك ما زلت مواصل في الدفي مع دالي واليوم باش نحكيه على الدفي. أنا نطلب من دالي كانوا قاعد يسمع فيا توا يجيب لنا كلك فيديو متاع الكوتشينج سبورتيف اللي عملوا معاك. لا باش نشوفوا لو ديناميزم نتاعك مهم برشا راهو مانيش باش نضحكوا عليك. نحن بشوفوا لو ديناميزم. الحمد لله يا ربي أنا سي بون ديجا السروال اللي لابسه توا الشورت اللي لابسه ما كانش يجي عليا جمعتي التالي بالرسمي هذاك علاش اليوم لبسته ولا خاطرني فرحان برشا. دونك تقدم ملحوظ ومام طون دليره ومش كان ديفي هذاك رانا البارح زاد عملنا ديفي في البلاي ستيشن والحمد لله يا ربي لا ربي لا تعنيني البلاي ستيشن يا ربي وفقنا والله بالرسمي بالحق. والله مسكين وكاه وديجا غم على راسه ورقد من غير حتى ما يقول صباح الخير. مازلنا متواصلين معكم في ساعتين فرح شوي اخر عندكم موعد مع توندونس لكن توا نمشيو البوب وراجعين يا ساعتين فرح. الناس اللي متواصلين معنا الكل 9 و 15 دقيقة وقيد توا نمشيو مع بعضنا التوندونس. توندونس وقيت نمشيو نشوفوا واش فما في لي ريزو سوسيو. باقي تضحك ما فهمتش فسرنا. سعيد ما يجيش اليوم نبعثوا السعاده نبعثوا لي زون بوزيتيف للعباد. سعيد وياك يا حياتي هذه هي. العباد اللي تسمع فينا في كراهبهم ولا في الخدمه دونك نبعثوا لهم برشا سعاده وبرشا انرجيا كيك باش يكملوا نهارهم مزيان خاطر مازال كمام النهار يروحوا نص النهار ماضي ساعه. فما شكون يروح ل 11 فما شكون يروح ل 10 فما شكون يدخل 8 يروح ل 9 فما شكون ما يمشيش يخدم فما شكون ما يمشيش يخدم ويتقيد يخدم. لا علينا ما نحكيوش عليهم هذوك ما يسالش. نبداو مع توندونس بالخبير الاولاني
الإعلام حر مهما حاولتم. الأخبار هذايا باش نطول فيه شوية وباش نحكي فيه على برشا حاجات، ولكن باش ناخذوا ساعة من الأول التصوير اللي باش تشوفوها معنا، اللي هو رسالة التهديد اللي تلقاتها شيماء شمام زميلتنا في قناة تونسنا. الرسالة هذه وصلت للقناة باسم برنامج الفستيفال، ويعني في شيماء شمام في شخصها وتهديد شخصي لها هي على اللي قالوا في فحوى الرسالة هذه، أنه تفرج بالزهر الساعة ما فهمتش علاش يتفرج السيد هذايا اللي هدد، وقال المجموعة اللي قاعدة تهدد وممتون شايف حاجات تخدش من الحياة. والله نتصور ما بيناتكم فلسة نجم تبدل، معناها يا سيد اللي تخدش في الحياة، ولكن أنا خذيتها بحكاية ضحك شوية زادة كيف كيف باش نحكيه على إشراق اللي قالت خطو مزيان زميلتنا، قالت والله خطو طيارة برشا، وانت قلت يعرف يكتب. أيوه قلت يعرف يكتب. هذوما مثقف معناتها ويتفرج في التلفزيون. هذوما الظاهر، باش نمشيو للباطن اللي هو يخوف. على خطر اليوم وقت اللي نوصلوا نبعثوا برسالة التهديد الى زميلتنا شيماء شمام والقناه، ونقولوا راهو كان ما يصيرش وما يصيرش، رانا نعملوا ساعه من هنا ان ندعم برشا شيماء شمام والقناه ويخدموا على رواحهم، وان شاء الله ربي يعاونهم. على خاطر بالرسمي اليوم ما فماش حتى واحد باش يتدخل في خدمه الاخر، اما هذايا وتهديدات هذيا زعما منين جاي؟ كان نسألوا بعضنا ونرجعوا بالتسلسل بشوية بشوية، تتلقاوها جاية من الصراعات والتهكم اللي صاير من على الفيسبوك والريزو سوسيو، من الإعلاميين في بعضهم، من الممثلين في بعضهم، معناها نحكيو حتى أولاد دومين قبل ما ندخلوا للإرهاب وندخلوا للحاجات الأخرى، من السياسيين في بعضهم، معناها رانا نشرعوا نحن للعنف، ومن بعد ذلك كي نشوفوا حاجات كي من هكايا راهي تخوف برشا، سيرتو اليوم وقت اللي نوصلوا لتاب إنه الطفلة تتهدد في 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 حاجات كبيرة برشا، وما نعرفوش شنو يصير اليوم. صحيح القانون ينجم ياخو مجراش فيك. قولي لي لأنه تجربة هذي تعديت بها، أما في عمري 20 سنة وقت كنت نخدم في قناة حنبعل كان فما فان أدكتد بيا ياسر، كان ديما يبعث لي في الرسائل على أساس أنه القناة باش تتقبل ولازمني نهرب وكيفاش هو باش يحميني، ويكتب معناتها برسائل رسائل معناتها كم هائل رسائل إلى يومنا هذا يلحق فيا، إلى يومنا في الريزو سوسيو يعمل تصاور يبدلهم، ساعات يعمل تصاور نقعد بيتين على الحصان أبيض وهو كيف جايني لو برانس، معناتها هذه كل تعدينا به كل إعلاميات معناتها خاصة. أي تعديت به، ولكن هو طلع فان هذه لحد الآن مازال هي ما كان فما زادك التهديد وأنا باش نجيك وباش نخطفك، هذا كل كان موجود، ما كانش في بالي لحظة أني أنا باش نكتب على لي ريزو سوسيو باش نقول شوفوا شنو وصل لي، ولا معناتها يصير راهو مش بالضرورة هذا يهدد معناتها الإعلام. ينجم يكون مش تهديد عندك أنت معناتها، ينجم يكون موش تهديد الواحد يلعب ان شاء الله والله ماذا بينا، انا واحد من الناس ماذا بينا انها تطلع الحكايه كما نقولوا نحن في شنك وتطلع ما فما حتى شيء، ويطلع الموضوع الكل معناها كما نقولوا نحن لعبه، وهو ديجا تحالته والملف للقضاء معناها اكيد بشي. هي تقدم في برامج سياسيه، البرنامج عادي ذاك اللي يخليك معناها اليوم تبقى باهت، انه البرنامج يعدي المهرجانات يعدي الفنانين يعدي الفنانات، معناها ما فيش كل مستوى الهابط، يعدي حاجات تعدى على الركح ما نصوروش حاجه، هي محترمه وهي ديجا ولا محترمه في لبستها محترمه في تقديمها، ما فماش كل حاجه اللي تخلي إنسان يبعث رسالة بالطريقة هذه وبش يهدد مقدمة برامج بالطريقة هذه. إن شاء الله ربي يسترها، وإن شاء الله ربي يستر القناة، ربي يحفظها وندعموها. وديما نقوله اليوم راهو الإعلام حر، وبالله يسيبونا من تشريع العنف، راهو الإعلاميين كيسبوا بعضهم راهم يشرعوا في العنف، راهم الفنانين كيسبوا بعضهم راهم يشرعوا في العنف، راهم السياسيين كيسبوا في بعضهم راهم يشرعوا في العنف، ابعدوا على العنف الإلكتروني باش ما نوصلوش للحكايات هذه. وذيك علاش لازم تفعيل المجلة الخاصة بالجرائم الإلكترونية اللي قعدت معلقة من تقريبا التسعينات وما صارش فيها تحويرات، اليوم لي ريزو سوسيو ما شاء الله معناتها موجودين بكثرة، الناس تنشط ولات تلتقط الأخبار من لي ريزو سوسيو، دونك اليوم المشرع لازم لفتت انتباه لهالجرائم الإلكترونية اللي فيها برشا عنف، اللي فيها برشا سب وشتم وهتك أعراض من خلال الكومنتير، لازم كل واحد ينال الجزاء متاعه، القرصنة، استعمال البيانات الشخصية، هذا كل لازم يعاقب عليه القانون، ولابد من مراجعة مجلة الجرائم الإلكترونية. والغريب في الأمر أنه في
هذا يا فرح انه اليوم وقت اللي نحكيه على العولمه ونحكيه على انه البلاد قاعده تتطور وقاعده تتقدم ونحن في قانون تونس ما زلنا ما وصلناش حكينا ولا فعلنا قرارات كما اللي كنت تحكي فيهم انت توا على خطر اليوم مهم بويسك توا الطاغي شنو هو الريزو سوسيو الطاغي الانستغرام والفيسبوك واليوتيوب والناس ولات تستعمل فيهم اتوريا ترافير باش يهددوا باش يعملوا برشا حاجات خايبه وممطوم فماش قانون كي خدام القاضي خاطر القاضي يحكم بالقانون. نمشي معاك الابعد من هكا اليوم في الليغ نتاع الديجيتاليزاسيون دونك سورتو بعد الكورونا نشوفوا فما دي ترانزاكسيون يصيروا فيا انترنت نشريوا على الانترنت نبيعوا على الانترنت نخلصوا فواتير نتاعنا على الانترنت عقود تتبرم على الانترنت دونك هذا كل لازم ان كود مجله اللي تنظم هالتعاملات هذيا واليوم الانترنت يفي بارتي دو نو بصفه كبيره برشا دونك نشوف انا مثلا في كليه الحقوق يقريو ماستر في في الجرائم الإلكترونية وما فماش كود منقح يضبط القوانين هذية دونك تستفهم علاش قريو فيها الماتير هذية ولا الماستر هذية سسرارية اليوم يقريوا فيه وسسرارية زاد بوجود مجلس نواب العالم اللي عنا في تونس لهنا انه لهين كان يشرعوا في القوانين اللي ما عندها ما تعمل وما عندها ما تفعل اليوم راي القوانين هذية ولا مشاريع القوانين هذية هي اللي لازمها تتفعل باش نجموا نحميوا الناس ونجموا اليوم اي انسان يدور في مواقع التواصل الاجتماعي ولا في الانترنت راهو يلقى راحة كاملة خاطر من حقه اليوم انه يستعمل الريزو سوسيو من حقه يستعمل الانترنت وزاد مش من حق الناس الابتزاز ومش من حق الناس انهم يعنفوه لفظيا على وسائل التواصل الاجتماعي. به هذا الخبير الاولاني نتعداو الخبر الثاني الجامعه دائما في الموعد. الجامعه التونسيه لكره القدم لهنا دائما في الموعد باش نحكيو على قضيه رئيس نادي كره القدم بالحمامات اللي تم الافراج عليه البارح بعد استخلاص جميع السكوك اللي كانت توقف على خطرها معناها هو عمل شيكات بدون رصيد وتوقف على خطرها رئيس نادي كرة القدم بالحمامات واللي الجامعة بسرعة كبيرة برشا كانت جندت المحامين متاعها وعملت لجنة كاملة ترافعت على رئيس نادي كرة القدم بالحمامات واللي نشكرها اليوم وقت كما قلنا وقت اللي تعمل حاجة باهية رانا نشكروك وقت اللي تعمل حاجة خايبة رانا زادة نقولوا لك راك غلط على خطر اليوم اللي تعمل فيه الجامعة مع الأندية التونسية الكل بدون استثناء كبير ولا صغير في اي ديفيزيون كان حاجه تفرح وحاجه تبين انه اليوم الكره في تونس حتى ولو ما زالت قاعده العجله تدور بشويه تيرانات ومشاكل نتاع مدربين ومشاكل نتاع لاعبين ومشاكل نتاع فلوس ولكن جست نقطه بركه الى متى باش تبقى الجامعه تتعامل بالطريقه هذه معناها تعاون في الجمعيات راهو قايت اليوم باش نفعلوا انه جمعيات يوليو شركات على خطر الدوله ما عادش الدعم دونك سسرانيا باش نخليوها جمعيه اليوم ما عادش فما فلوس داخله من الدوله التونسيه فما كلمة باش نرجع لها قالها برهان بسيس لهنا في فهم مع راف ماك قال وقت اللي قبل كانت الكرة في تونس ورئيس النادي مختلف على رئيس النادي والمسؤوليات اللي موجودة توا علاش خاطر قبل يعيط له المعتمد ولا يعيط له الوالي يقول لك بالشد الجمعية الفلانية في كانت في ديفيزيون ولا دو ولا تروا ولا اللي هو يقول لك بالشد الجمعية وراي الدولة معاك ومن بعد السلطة تتصرف تعيط رجال الأعمال تعطيه دعم مادي اليوم ما عادش عندنا كالعقلية نتاع بالسلطة باش تتدخل في الرياضة معنا اليوم رئيس الجمعية بالشد الجمعية راهو من اجوس كازات من المينيم من ليكول حتى ايش للسينيور بجميع الفروع هو اللي باش يصرف عليها يلزم يجيب عقود مستشارين اليوم باستثناء ثلاثة ولا أربعة ولا خمسة جمعيات عندهم عقود مستشارين ينجموا يدخلوا لها الفلوس الجمعيات الأخرى منين باش تجيب الفلوس نتاعها منين باش تصرف على الجوالات نبقاو نشوفوا كيما عبد السلام السعيداني كيما رئيس نادي كرة القدم بالحمامات كيما برشا جمعيات راهو مانيش نسمعوا بهم قاعدين يعانيوا في مشاكل كيما الملعب الجيبسي درنيرمون اللي قعد مسال في 800 مليون معناها نحكيو على برشا فلوس راه واللاعبين زاد من حقه منو العجروده انا ليه عاد ما هي المشكله انه من امثال العجرود يجي يعطي وعود كيما البرشا جمعيات كيما عطوا وعود الملعب الجيبسي فوالا عطوا وعود الملعب الجيبسي في الاخر ما ملعب الجيبسي يلقى روحه خاليه الوفاض معناها ما فماش حتى فرانك كيما سليم الرياحي جاء عطوا وعود للنادي الافريقي وكيف كيف يلقى روحه في مشاكل علاش انت تحكي على رؤساء الجمعيات قبل وتوا لانه حتى الغايه تختلف اليوم رئيس جمعيه
صحيت يحب على مناصب سياسية ويحب قاعدة جماهيرية باش تشجعوا غدوة كي يشد الكرسي وما عادش يسيب. دونك الغاية تبدلت ريالمون اليوم والله كيف كيف راه فما رؤساء جمعيات قاعدين توا يمسوا في جمعيات كبار بخلاف جمعية ولا اثنين جوست لوبجيكتيف نتاعهم باش يخلطوا البوست سياسية معينة وفشلوا فيها القاعدة الجماهيرية. حتى يا سيدي رجل أعمال هذيك سي دو لا بوب بور لوي بور لي برودوي نتاعو مثلا فشلوا في التحديات الكل. العباد اللي خمت انه باش يربحوا حاجه من جمهور الرياضه راهم فشلوا كل بدليل برشا اسامي منهم سليم الرياحي منهم برشا اسامي بون رضا شرف الدين بلوز او موا على خاطر خدمته مختلفه نوعا ما سياسيا ورياضيا. معناها فما برشا رؤساء جمعيات دخلوا في صراع الانتخابات للحصول على رئاسه جمعيه وفشلوا في الانتخابات الرئاسيه. ونقول ان شاء الله الجامعه تبقى على نفس الوتيره هذه ولكن راهو اجبد ما ترد جبال تنهد. معناها اليوم الجامعه كان باش تجبد وتحط فلوس في الجمعيات راهو بيجي نهار وباش توفى فلوس الجامعه وباش نبقاو كلنا متكونسين وما عادش باش تولي عنا كور. باهي نمشيو للخباير الثالث. التونسي ما يعجبوش العجب. التونسي ما يعجبوش العجب باش نحكيو على لعبه الكناتري اللي خرجت ولت البارح. اللعبه هذه اللي لقات رواج كبير برشا في مواقع التواصل الاجتماعي ولقات نومبر دو تيليشارجمون كبير ياسر. اللعبه اللي انا شخصيا تيليشارجيتها ولعبتها معناها مزيان اللعبه وعجبتني وبرشا ناس تفاعلوا معها سلبيا بطريقه بتعلت انه كيفاش نحطوا كناتري كيفاش نسميو فريانا كيفاش نشجعوا العباد على لعب اللعبه هذه كيفاش اليوم نشرعوا للقانون معناها يهرب من الشرطه ويهرب من الديوانه. في ساعه تيليشارجيتها وفي ساعه لعبتها جربتها ما يلزمني نجرب باش نفهم باش نفهم على شنو نحكي سورتو انفورماتيسيان دونك نفهم اسكو كاليتي وراي تكنيكمون مازالت اللعبه تتطور. الاستثمار اللي نجم يعملوا صاحب التطبيقه هذه انه يزيد يطور من اللعبه هذه سورتو كي نسمعوا اغاني تونسيه سورتو كي نسمعوا حاجات مزيانه ودو برودوي حلوين. راهو جوست نحب نعيب ونحكي على حاجه بركه راهو اليوم برشا والدين يقول لك يلزم الصغير نبعدوا عليه الفري فاير ونبعدوا عليه الكناتري. راهي مسؤوليتك انت اليوم كولي باش تبعد عليه هذوما الكل مش تجيب صغير وبجكتيف نتاعك انك توكله وتقريه فقط وتحطه على جنب وترمي له تليفون باش يقعد ساكت وعاقل. راهو تنجم تعمل له كونترول بارونتال على التليفون نتاعو تنجم انت لي جو ولي سيت انترنت اللي يدخلهم تنجم انت تحددهم وتعمل لهم ليميت معناها يدخل كان اللي حاجته به انت معناها كي توعيوا الوالدين مش الفائده انا جبنا صغير وعملنا وعملنا حاجات تنجم نقولوا بعد ليك والله ان الكناتري ماهيش باهيه فري فاير مش باهيه خويا يعطي الصحه انسان لعب على 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 نوعيه معينه من لي جو طورها حطها باسم تونسي حط اغاني تونسيه برافو برافو ليه يعطيه الصحه ان شاء الله تولي عالمي. الغايه باش انك انت تحكي عليه صحيت هذا هو الاوبجيكتيف هو الغايه هو الذكاء نتاعو هو في اختيار الاسم وفي اختيار الاماكن وفي اختيار ستيل دو جو انه يعملك البروباغندا اللي الناس الكل تحكي عليه اليوم الاذاعات واللي الكل يحكيوا عليه اللي هي حاجه مزيانه برشا وانا نحييه خاطر ذكي ماركتينغ وذكي انفورماتيك. دونك اللعبه الحدث اللي اشعلت مواقع التواصل الاجتماعي بين معجب وبين رافض. 10 اوت كانت الانطلاقه الرسميه للعبه هذه صاحبها تونسي شوقي لجنف. اللعبه تحكي عمليه تهريب ومطارده في مسالك الحدوديه الواعره. معنا مطور اللعبه شوقي لجنف. صباح الخير سي شوقي. عسلامه وصباح الخير. مرحبا بك. صباح الخير. اي احكي لنا شنو اللي عملت انت في لي ريزو سوسيو يا شوقي؟ شنو هالتجاذبات بين الاراء بين واحد مع واحد رافض وعلاش اختيار كلمه الكناتري باش يحكي عليك ما كان نفتي؟ حتى شيء ما عملت حتى شيء حاجة واحدة كما الناس كل في تونس فرصة هذه ساعة قبل كل شيء باش نشكركم ونشكر فعليا اللي المشهد الإعلامي اللي عندنا في تونس بالحق معناه أنا سبحان برشا على خاطر احترافي جدا في تناول مواضيع كما هذه مش هذا رمي ورود ولكن الناس الكل بكل مسؤوليه تناولوا الموضوع هذا وانا فرحان لانه حطوا الامور في اطارها وفي نصابها في اطار اللعبه. فرحان على الاخر وفرحان زاد بالمقدمه اللي عملتوها اكثر شيء. حبيت نعطي السياق نتاع اللعبه وهذه فرصه اللي هي راهو كانت نتاج لفتره الحجر الصحي. اي انا في الميدان هذا راهو عندي 20 سنه مش نحكي ميدان تطوير الالعاب انا بالضبط في ميدان الجرافيك وميدان المؤثرات البصريه معناها تقريبا عندي 20 سنه ديما كنت نهرب من
موضوع البرمجة، لأنه البرمجة تعرف البرمجة ما نحبش وما عنديش الإمكانيات فعليا مش نكون مبرمج ولا نطور معنا برمجة معينة. ولكن فترة الحجر الصحي قلت والله علاش لا، خليني نشوف العقبة هذه اللي ديما ولاني خليني نجرب. معنا بصراحة بديت بشوية بفضلك، لكن اكتشفت انه والله تم نتائج، معناها نتائج مشجعه. بديت بتمارين بسيطه، الحكايه كل ما تجاوزت شهر ونص راه ولا ملي بدات الفكره معناها كل باي. الو هكا معناها تمشيت كملت التمرين الاولاني التمرين الثاني. فقط سؤالي علاش كناتري؟ فيما يخص الماركتينغ هذاك هو. هي كنت شوف وقت لي تقريبا باش نكون معك صريح، هو كي تبدا في البرمجه في الالعاب هما الاشكاليه اللي كانوا تقول التحدي الكبير اللي في البرمجه هذه بالجانب التقني، انه تبرمج مثلا تطبيق اللي بامكانك تتمكن من التحكم من السياره، هذا في الالعاب يعرفوا لي هو صعيب شوي خصوصا لما يكون اللعبه ثلاثيه الابعاد. باهي كمل واصل. علاش كناتري؟ انت قاعد تهرب، راك ماكش قاعد تجاوب فيا على السؤال. لا لا باش نجاوبك، انا نجاوبك، انا نبني معك الفكره واحده واحده. هو هذا اللي باش يخلي الليلة. فهو وقت تبدا التحدي بدات المره الاولى دعك اللي تحسم مبدئيا انه على الاقل باش نكون في اطار معناها سياره، معناها اللعبه باش تكون في اطار تطبيق نتاع سياره سباق ضد الوقت. من بعد اذا باش تعطيها نكهه تونسيه 100% انا مانيش داخل باش ننافس انا كبرى شركات الالعاب، انا اللي تنتج معناها العاب تعرف نيد فور سبيد وكذا، ومعناها هذوما العاب كبار. دونك حبيت نعطيها نكهه تونسيه، نخموا الكل في نكهه تونسيه، سياره تمشي ضد الوقت وفما مطاردات، ونجي للمخيل اللي انا راهو التجاره الموازيه مش بهذا، خلينا نحكي على اللفظه مش حتى على التجاره الموازيه. اللفظه هذه دخلت في المخيل الشعبي، ولت موجوده معنا، تتعايش معنا، الكونترا موجوده راهو قبل اللعبه وهي ظاهره موجوده، كل واحد من مكانه اذا يطرح الاشكاليه هذه فهو الدليل. اذا الشوقي جاته الفكره انه تكون اللعبه في اطار مثلا الكونترا في اطار لعبه، خلينا في اطار لعبه من غير ما نقولها برشا، فهو بالتالي لانه هذه الظاهره دليل عن الظاهره هذه موجوده في المجتمع نتاعنا وموجوده حتى حد ما ينجم ينكرها، وبتتر تنجم تكون فرصه لطرحها هذه، تساهم انه في اعادتها للواجهه للقضيه هذه، وعلاش لا التفكير في ايجاد حلول جذريه لها. يا شوقي يا شوقي مثال شغل، راني انا خممت بطريقه مزيانه واعطيت الاسم كناتري باش نحاول نسوق للعبه بطريقه حلوه، ما تبررش لو اللي عملته انت في برمجيات تسمى حاجه مزيانه برشا، وقت اللي تحط اغاني تونسيه، وقت اللي تطور اللعبه على طريقه تونسيه، وسيرتو كي نشوفوا مدن تونسيه. الناس الكل فما برشا عباد يقول لك ليه علاش ما سميتوهاش جندي، علاش ما سميتوهاش كذا، راهي فما لعب وفما دي جو يكونوا موجودين مخصصين للحكايات هذيا، وفما دي جو يكونوا موجودين مش كونتر السيستم، ولكن راهي تونسي عس انت بالنمبر دو تيليشارجمون تفهم قداش العباد تحب تفهم اللعبه هذه شنو هي وش فما وش ما فماش. الاكزامبل نجم نشوفوا اليوم جي تي ا ولا نشوفوا سوناندرياس، معنا دي جو معروفين عالميا وكلهم فيهم عنف وكلهم فيهم ضرب، والناس الكل تلعب فيهم، الناس الكل شيخه ويلعبوا فيهم في لي كومبيتيسيون مونديال. هو النقد راهو ماهوش على فحوى اللعبه، هو على اسم اللعبه التسميه. دونك انا اليوم علاش من بكري نسال فيه السؤال علاش كناتري، قل لي راني على خاطر حبيت نبيع، حبيت نعمل البوز يا سيدي. يحب يبيع هكا ولا شوق؟ والله شوف انا نجم نمشي معك، كنت سهل بقول لك راهو والله اي فوالا وحبيت نعمل البوز الكل، ولكن اعطيتك حتى السياق نتاعها سميتها وما كنتش، وراهي كانت اطار حتى بين قوسين باش نكون تفادليك ما بيني وما بين مع اصحابي، وكانت حتى مناكفه ما بيني وما بين ولدي، معناها ولدي اكثر واحد عاوني فيها خاطر هو جيم. ولكن خلينا مثلا نقولوا انه اللفظه مثلا خلي مش حتى نقول المحتوى لانه تقريبا ما يشكوش فيه اثنين، تقريبا وقع تصنيف هاللعبه 3 سنوات فما فوق من اكثر ويكلم تاع تصنيف العاب موجود، وهذا ما وما فيهاش حتى محتوى انه ينجم يكون مثلا انه يحس على عمل غير قانوني ولا حتى مجرد لعبه، خلاها في اطار لعبه. لكن مثلا اللعبه عملت البث والله اذا فعليا خلتنا انه واحنا تو في تونس محتاجين مثلا والله اذا المواضيع اللي بيستعمل بوز تكون في اطار لعبه وفي اطار على الاقل تجربه نجم تكون ملهمه لشخص اخر في اطار وحده، تعرف ميدان العاب هذايا الالعاب هذايا باش تبرمج فريق معناها تاع مصممين مبرمجين، اذا انا تمكنت معناها باسلوب فردي وما عنديش حتى خلفيه نتاع برمجيه في شهر ونص اللي نعمل لعبه وتنجم تكون موجوده على السوق، فانا تصور التجربه خلينا ناخذوها من جانبها الايجابي معناها على الاقل نراه ندعي انه تنجم تكون تجربه
إيجابية أنه هذا يقول والله كل واحد ينجم يقول والله شوف والله أثره النجم أنا معناها ما تمش مستحيل أنه هذا صحيح فما إخفاقات في الأول ولكن ذا تشد صحيح تو تنجح أي واحد ينجم ينسج على منوال التجربة هذه وعليش لا فما مواضيع أخرى وتكون على الأقل بنكهة تونسية لأن شوية ما بين قوسين راهو ضد أنه مثلا إذا إحنا باش نعملوا نعيد تجربة معينة في تونس نعيد تجربة صحيح تكون منتوج تونسي ولكن تعرف الماهية متاعه ولا المذاق متاعه النكهة متاعه ما هيش تونسية نتصور المنتوج هذا عنده نكهة تونسية في إطار لعبة نخليها كذا كيكة الحمد لله معناها الحمد لله إن شاء الله عملت البوز الحمد لله يعطيك الصحة مطور اللعبة شوقي لجنف مشكور على كل هذه التوضيحات احكينا على الكناتري اللي عملت ضجة على الريزو سوسيو دونك اللعبة هذية لا يعطي صح لعبتها لا لعبتها سيبان أما ما زلت ما عديتش استاج أخذت لهم فما حاجات زي ما تتطور تون تصلوا بين بعد زيدوا نقولوا شوف شناش ما تطور وما تطورش يعطي صح يعطيك الصحة أنت زيدة مكي دونك هذه كانت تندانس بالنسبة لي وناس يتابع فينا مازال باش نتواصلوا معاكم وقلنا لكم باش نقدموا لكم مفاتيح ومفاهيم حركات العين هذا كل في اللايف كوتشينج تحضر معنا كالعادة سابرين جمودي بونجور بونجور فرح شو اليوم ما عملت حتى شيء جديد لبسة باللافي دي ذهل رجعت تاكل اسمنت والله ما سمعت حتى انا حسيت اسمن لا والله ما سمعت لا لا ودي طايح لا على خاطر اسمنت فرابوريينا انت ضعفت سيسا حسيتك اسمنت زو مع كرش بالله يا ايمان دونك اليوم باش نحكيو على مفاتيح او حركات العين والدلاله نتاعها البارح كنا حكينا على البودي لانجويج اليوم باش نواصلوا وباش نركزوا على العينين الرجاء من الساده والسيدات ربط الاحزمه والنساء المعرسين قبل اللي ماهمش معرسين علاش علاش ولا العيال تسمع تسمع الجمال يدا بدا داخل في الدار اسمع من بعد التليفونات وطلبونا بعد كان صارت حاجه احنا توا ملي بدينا لي روبريك دو كوتشينغ حكينا على برشا حاجات اللي تخص الكوميونيكاسيون وparmi les outils de communication اللي هما العينين العينين فيهم une base de données كبيره تخلينا ديجا نفهموا الانترلوكوتور نتاعنا العبد القدام اللي قاعد يتكلم تخلينا نفهموا ديجا احنا اون بيرسوا لو موند راهو بالحواس الخمسه نتاعنا في البي ان ال نقولوا الفاكوغ معناتها اللي هو الفيزوال النظري الاوديتيف السمعي الكينستيزيك اللي هو اللمس والأولف اكتيف اللي هو الشم والجوستيف اللي هو التذوق التذوق والشم خليهم معناتها على جنب ملي معمول بيه ونستعملوه برشا هما الفاك معناتها الفيزوال الاوديتيف والكينستيزيك هذوما يعطيونا بوكو دانفورماسيون ديجا انت تبدا تحكي مع عبد من كلامه تنجم تعرف شنو هو الكانال داكسي معناتها بريفيري نتاعو احنا نستعملوا راهو الحواس الكل مي عندنا حواس كيفاش نقولوها اون لي سوليسيت اكثر من حواس دايوغ ان فيزوال كي يبدا يحكي يقول لك جو فوا تبدا تحكي معاه باش يقول لك فهمتك يقول لك جو فوا الوغ كو ان اوديتيف يقول لك نفهم فيك نسمع فيك الكينستيزيك يقول لك حاسس بيك حاسك ماشي في الثنيه هذيا دونك البريديكا لانغويستيك الكلام اللي يستعملوا يوريك شنو هو الكانال داكسي بريفيري نتاعو توا باش نمشيو للصلب الموضوع أي. اللي هو لي موفمون اوكولير دونك هما ثما 3 نيفو دايغ راك نشوفوهم في التصويره الفيزوال كي باش يستعمل معلومه يغزر الفوق بعد نحكيو على اليمين وعلى اليسار شنو مفهومه لوديتيف تلقى عينيه في البلان اوريزونتال معناتها في الوسط مع الاذن والاحول واللحول تخيل بعض هي على خاطر التصوير مبين اللي هو داخل بعضها ما هو يغزر اللوطه غير ما باش يغزر اللي يجيه ان فيت النظره تمشي على حسب الحواس اللي باش نستعملوه اكزاكتومون دونك كان السمع باش يكون موازي معناتها فرد الينيي مع الاذن كان باش نستعملوا اليدين باش نغزروا اليدين كان باش نستعملوا باش نستعملوا اليدين باش نستعملوا لا سونساسيون الاحساس والديالوج انترن نغزروا اللوطه توا باش نحكيوا على كما قال ماكي البارح شكون يكذب وما يكذبش ثم
فما زوز خاصيات دابور سي با دي نورم ستاندار معناتها ثما لي بيرسون العاديين لو بلو معناتها معناتها اون جينيرال تلقاهم دون فاسون وثما احنا شنو نقولوا لهم انفيرسي اغلبيتهم يكونوا دي غوشي مي با نيسيسيرمون ينجم يكون دواتيي مي انفيرسي كيفاش نفسروها مثلا انا كي باش نقول لك ماكي من دارك الهوني قداش عندك فو في الثنايا ما نعرفش تعرفش قداش عندك فو دودان لا لا زوز لا. زوز اما قاعد تعمل ياسر في الاوتو كونترول اي قاعد مركز والفيزيون تاعو نجم نتحكم فيه جو لو جو ليه العب العباد اي اوكي أو فيت كي نسألوا معلومة كيما هكا احنا باش نعرفوا العبد ديجا يلزمنا تكون عندنا اون باز دو دوني تاع حاجات ياسر سامبل خاطر كيفاش باش نعرفوا عبد انفيرسي ولا لا انا بعد يقول لي هاو هذا يغزر الفوق على اليمين دونك قاعد يختلق في حقيقة وهاو يغزر على اليسار لا هاو قاعد يقول في الحقيقة ما يفو بوزي دي كيستيون تري سامبل اسئلة ياسر عادية باغ اكزومبل مولود في الصيف ولا في الشتاء قداش عندك بيت في دارك هذوما حاجات معناتها تري سامبل مش باش أجوبة سهلة. Exactement. شنو سمعت لي ما في الصباح في الغاديو دونك باش يغزر أو فات كي باش تسألوا على حاجة شنو سمعها باش يغزر على اليمين في الوسط. سمعت الأخبار قالوا هكا وهكا وهكا وهكا. ترسليبة على اليسار باش تغزر هكا. على خير باش تحويل. على اليمين. باغ كونتخ كي نقول لك تخيل روحك تغني أما بصوت ماكي. اه لا معناتها نشيز واضحه العمليه شنو قصف جبهات هذا ولا مازال ما نعرفوش اذا نجربوه يغني لا نعرف نغني انا بحق باهي ملي تنسمعوكم وحدنا علاش عاد قلت نعرف نغني نعرف نغني على خاطر نشيز انا نعطيك الصحيح لا انا نصدق فرح اي سيدي والله نعرف نغني اه كملوا الروبريك ومن بعد يغني لنا في المباشر في فوز ما تعملوا بوز نتاع غنية تنحطوا باكي غني وي وي كمل 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 السيدات راهم قاعدين يستناو هكا كانوا راجلك وحوال راهو يكذب فين كنت هذيك هي اللي كانت تحكي لك على اليمين واليسار اون فيت كي تغزر الفوق على اليمين سي كو انت قاعد تتفكر في معلومه ديجا عشتها تستمد au fait le مخ هو كيما لورديناتور فيه دي فيشي بلوزيور سورت دو فيشي دونك كي تغزر فوق على اليمين قاعد تستمد في اون ايماج ديجا عشتها في الماضي نتاعك تلوج عليها فلوس لورديناتور نتاعك تجبدها حقيقه باغ كونتخ كي باش نقول لك وين مشيت شربت القهوه اليوم الوغ كو هو قال اللي هو مشى يشرب في قهوه باش يعمل هكا دور الفوق يغزر على اليسار ينجم يغزر فوق على اليمين باش يستمد دون لو باسي قهوه ديجا قعد فيها بلاص ومن بعد يغزر فوق على اليمين على اليسار يقولها في اللهم ثبتهم عند السؤال في البحيره في البحيره كيف كيف بالنسبة للأوديتيف دونك باش تستمد معلومة ألوغ كنت عندك أن كانال داكسي أوديتيف كاين حاجة ديجا تعرفها وسمعتها وصوت مسجل دونك باش تجبدو على اليمين في الوسط وكاين حاجة باش تتخيلها كيما قلت لك أنت تخيل روحك اليوم تقدم في البرنامج والصوت اللي خارج من فمك هو صوت ماكي مش صوتك أنت باش تغزر هكا على اليسار باش تبدا تتخيل باش تجبد المعلومة ماكي كيفاش يتكلم دونك هذيك موجودة في الباز دو دوني نتاعك وبعد باش تركب الصورة باش تركب صورتك أنت المزيانة وبصوت ماكي خايف قولها 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 اللي فيه برشا نشاط استنى فيك باش تقولها مثال فماش باهي وخايب هما كلهم هذوك المستمعين ادعموني مثال خاطر نتعرض في هجوم بون لما حالك ندخلوا في امور نسايا واحد ولا ما نفضهاش ولا ما نفضهاش. ديما مشجعتك على خاطر انسان ياسر بيرسيفيرون مادام توصل ترقد في الكار ومن بعد تخلط في الخدمه في الوقت بالنسبه لي انا امورك 5 5 شافوا معنا ثم اجهشها بالبكاء تبعك الى يوم الممات للناس اللي ما تعرفش رانا احنا موجودين في لاكدو صابرين قمود يتكمل الروبريك وتهبط دونك للرجال اللي باش تقضي عليهم اليوم تنجموا تجيوها كل يوم تلقاوها لهنا تحت يافا تحريض هذا اسمه راهو ما يسالش هذايا رساله نتاع
واحد عنف لا لا نعم تحريض اكيد يزي وصليوا عني بي كل حاجه باش تولي تحريض باهي بالنسبه للوطه بالنسبه للوطه وفات ثم حاجتين كينستيزيك اذا كان غزر اللوطه اعرفوا اللوطه على اليمين اعرفوا الي اون ديالوج انترن يحكي مع روحه نسالك سؤال ولا نطلب منك معلومه ولا نطلب منك كونساي يغزر اللوطه على اليسار على اليمين سيكو قاعد يعمل في نقاش بينه وبين نفسه سا بروف بروندر راهو حتى 2 سكوند انت والعبد واذا كان غزر اللوطه على اليسار سيكو يلوج على احساس اون سونساسيون de chaleur, une sensation de bien-être, une sensation n'importe quelle chose. Je prends une sensation de rouf, c'est une émotion. Tu cherches l'émotion, l'autre à l'issa. Maintenant, réellement, on a une information grande sur le construit ou sur le réel. Donc le fouq à l'issa, c'est le construit ou le fouq à l'imine, c'est le réel. Encore une fois, ça m'a les gens inversés, donc droitier gaucher, mais c'est pas une règle générale. Et dès qu'il y a allège, ahna qbal man notrelou fil fi solb el mawdou, nsalou asla li l'ijaba mtaha wadhha, ma'nta ana ki nqoul farah ismek kifash tiktab, enti bach tghzer el fouq bach trah ismek kifash tiktab F A R A H. Donc maintenant j'aimech n'arf li l'ijaba mtaak sahiha. Donc men hadek n'arfek est-ce que tu es inversé ou elle l'est? Mais راهو التكنيك هذايا باش ما ندخلوش العباد ياسر بعضهم سي با اون تكنيك فيابل 100% ثم عباد في الدنيا كيما ماكي اللي كي ميتريز والله تقيد راهي كي ميتريز انا قلت لك بيت الحكمه راهي تقيد يا جماعه ردوا بالكم اللي ما نصراش تاع فرح رد بالكم اما صارت بوليميك كبيره اسكو سي ريلمون معناتها خاطر في لي فورس دو لا بوليس بلاش في تونس كيفاش مي في فرنسا ان سيغتان مومون ركزوا ياسر على التكنيك de l'accès oculaire, des mouvements oculaires. Mais si je trouve le matin la bête de bois l'aller, il n'y a aucune recherche scientifique qui prouve à 100% que c'est fiable. Donc, amlo beaucoup de recherches. Ça dépend. En fait, معناتها ما يحضروش لازم سؤال يصير بطريقه طبيعيه جدا معناتها اللي يتعدى تكثر من الاسئله هو اكثر حاجه توصلك للي كان تحكي في صابرين وباش يعطيهولك بريسك نسبه 95% صحيح انك تسال برشا اسئله نورمال بالعكس خلينا نكمل لك نكمل فكرتي تسال برشا اسئله نورمال في الديسكور نتاعك العادي ومن بعد بشويه بشويه كل مره تعطي سؤال وانت ديجا عملت باز دوني على اللي كان يجاوب فيه في العادي اما في وسط ديسكور مش ورا بعض ورا بعض ورا بعض ورا بعض ومن بعد تبدا تسال في اسئله اللي انت حاجتك بيهم من وقتها تولي تفهم اسكو هو يحكي في صحيح ولا يحكي في كذا اما تعطي نتيجه بنسبه 95% كي تطبقها كيما هكا كي تطبقها كونفينابلمون والكونسنتراسيون نتاع المعلومات اللي انت تحب تركز عليهم صحاح ولا لا ما يلزمهمش يكونوا ورا بعضهم في وسط الديسكور خاطر يولي يبرمج مخه اللي هو انت قاعده تحاول تستمد في معلومه من عنده دونك نجم تسالوا اسئله ياسر عاديه ياسر بنال شكليت البارح وين مشيت وقتاش قمت شكون قابلت دونك سي شاو الرجال على رواحهم ومن بعد كي خديت ديجا اسكو تعرفوا العبد انفيرسي ولا لي غوشي ودواتي بعد اسالوا اي والطاوله اللي بجنبك شكون كان فيها؟ لا والله باش يجاوبك طول راه تهنى توصل ان سارتان مومون انه باش يجاوبك معناها ديجا باش يعطي باش يعمل الرياكسيون باش يعمل الرياكسيون يا باش يغزر ديريكتومون دون لا سبونتانيتي للفيريتي كونستويت معناتها لانفورماسيون كونستويت ديجا عاشا والا باش يمشي يجبد اون ايماج من الكونستوي ركبها على ان سوفونير معناتها هو اللي ان تران دو construire et là tu n'as jamais tourné le fil j'ai marché j'ai ou tu as vu quand tu n'es qu'un bâche de technique et tu m'as dit que tu as 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 dit que معناها فماش عطيني واحد ما كذبش في حياته حتى ما كذبش كذبه كبيره كذب كذبه صغير كان فجاك هاو خلينا نخرج ونقعدوا في حاجه بوزيتيف باغ كونتر لي موفمون اوكولير راهو مش كو باش تعرف العبد يقول الحقيقه ولا يقول الكذب مي كيف كيف لي موفمون اوكولير يخليك تعرف العبد اسكو الكانال داكسي نتاعو بريفيري هو النظر ولا السمع ولا الكينستيزيك باش هكاك انت تعمل سانكرونيزاسيون كي تبدا تحكي معاه وتحكي معاه اللونجاج نتاعو هو اي دونك دوكو هو باش يبدا مرتاح يحس روحه مقابل داير تشوف زوز عبيد يقول والله يعطي صحة يفهم فيا فاش قاعد يقول وانت وفين قاعد تعاود في كلامه بطريقة أخرى ما تستعمل نفس الليكسيك
نتاعو هو اي دونك تو مي لا بيرسون اون كونفيونس بعد تاخذ المعلومه بعد تاخذ المعلومه ديما تاخذ المعلومه يعطيك الصحه صابرين باش تقعد معانا على خاطر باش نمشي والبوب ومن بعد باش نرجعوا نحكيوا على ديكوفيرت مره هذه باش نهزوك المدنين بوب وراجعين هذه اي اف ام احلى راديو مازلنا متواصلين معكم 9:51 دقيقه شكرا لكم كان نعمل لكم تحويسه في تونس نحيوك شويه كل كذب والصدق وشكون يقول صحيح وشكون يقول غلط والمشاكل الزوجيه وخلينا نعمل شويه ديبيزما بالطبيعه نمشيو سورتو نحوسوا تحويسه باهيه ونتعرفوا على بلادنا اللي ما نعرفوهاش لا وي دونك وقيت توا ديكوفيرت دو جور محمد تيسير المهدي كعادة معنا على التليفون مرحبا بك صباح النور صباح الفل مرحبا مرحبا إذا اليوم باش تهزنا لقصر زمور بني خداش بالمدنين هذا هو اليوم في الديكوفيت إن شاء الله باش نحكيو على الجنوب الشرقي التونسي أي بلاصة مزيانة برشا اسمها زمور أي البلاصة هذيا تابعة لمعتندية بني خداش من ولاية مدنين تبعد على تونس العاصمة حكاية 523 كيلومتر نلقاو فيها نعرفش كان فات ولا لا حاضرين سيد تساوي حاضرين وسيد اختصنا نحن نلقاو فيها سلسلة نتاع جبال ومرتفعات منها جبل مزندن اللي هو أعلى قمة في الجنوب الشرقي التونسي على ارتفاع ما يقرب 400 متر ونلقاو زاد دايرة به القصور الأمازيغية كما قصر زمور وقصر حلوف وقصر أولاد إبراهيم برشا قصورات موجودين غاديك زمور هي قرية جبلية ذات طابع بربري معناتها نلقاو فيها الهواء الصحي نلقاو فيها برشا أنواع متاع أعشاب الزعتر الكليل الفيجل الكراس لازول عند طبع باللازول يا مكي في زمور حاجة بنينة 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 على الأخير مطبقة باللازول باللازول يعيشك اللازول اللازول خاطر فما زاد النبته اسمها جازول يعيطولها زاد تحيه فما اليازول واللازول بمناسبة زاد في الطابع المعماري نتاعها برشا بيوت حفر كما تعرفوا الجنوب التونسي معروفين ببيوت الحفر اللي هي معناتها بيوت حفر هذيا مبنيه معناتها في قلب الجبل ولا فما بيوت حفر تحت الارض ديار هذوما باردين في الصيف وديسين في الحقيقة ما نحبش نحكي على زمور وما نحكيش على الناس الطيبة الملاح الكرم والجود بلاصة مانيش قاعدين كونسومي فيها برشا كما تروا برشا قصور مزيانة فيها أما تستحق برشا لهوة وبرشا زيارات صيفية وشتوية ما نجمش نحكي زاد على زمور وما نحكيش على الحلمة نتاع صديقنا زياد الزموري اللي هو من أولاد الجهة ومدير التظاهرة نتاع زمور تريكينج هذه سي زياد حب يعمل لنا النهوض بالرياضه الجبليه والسياحه البديله في الجهه. الناس المغرومه بالكامبينغ والروندوني والعدو الريفي نلقاو فيها برشا مسابقات كل عام تصير هذه التظاهره هذه مسابقه نتاع 40 كيلومتر الحقيقه شاركت فيها انا وكملتهم ال 40 كيلومتر اللي تبدا تجري معناتها في وسط تشق الجبلات وتشق الوديان وتشق القصورات مناظر ولا اروع موجوده في الشيره هذيك. نلقاو زيد فما مسابقة نتاع ماراثون الدراجات الجبلية 90 كيلومتر في تي تي موجود في مسلك صحي وسياحي غير عادي مزيان برشا. أكثر حاجة تميز التظاهرة هذه هي البعد الثقافي وتقاليد أبناء الجهة نلبسوا لبستهم ناكلوا ماكلتهم كما نقولوا نلبسوا البرنوس والحريم نلبسوا معناتها ناكلوا ملفوف بالعصبان ناكلوا الزحلوقة الشريحة معناتها حاجة مزيانة برشا. دونك حبيت نقول اللي اولاد الجهه لاهين بالجهه هذيا نتاعهم فما زاد بيوت نتاع ضيافه دار فنادق حياه برشا بيوت نتاع ضيافه غاديكا حتى يستقبلوا الناس في احسن استقبال معناها كي تمشي غادي تلقى بيوت ضيافه تلقى لي سيركوي في جبل نلقاو السيكوريتي ديما انت تسالني على السيكوريتي نلقاو السيكوريتي على الاخر موجوده في البلاصه هذيك اهل الجنوب معناتها يفرحوا بالعبيد غاديكا على الاخر على الاخر وان شاء الله نستدعاكم ان شاء الله نمشيو فما زاده لي روندوني ادودان زاده بيدوروا بينا في جبل فما اللي تمشي معناتها تحوس في وسط الصوره اصلا نجم تبيت
في وسطهم هذيك تبات في وسط الكفر معناتها راهو حاجه غير عاديه. وكما قلت لك نجم حتى تسكن شي لي زابيتون ترقد معاهم تاكل مثلتهم تلبس لبستهم. فما زاد الخيمه ما نعرفش كي نشوفوا فيها شفنا على الاخر يحطوها هما يسهروا فيها في الليل يعملوا زاد العرس التقليدي يشوفوا زوز من الناس غاديك من المشاركين نتاع التظاهره يعملوا لهم كل عرس هكا حفل مزيان برشا وفولكلور معناتها حاجه مزيانه برشا 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 حلوة برشا سفغي. والمناظر الطبيعية الخلابة اللي نشوفوا فيها في تصاور الناس اللي تابعوا فينا كل سيغتمون قاعدين نشوفوا على الباش فيسبوك راديو يا فام شنو المنطقة هذية بشنو تتكون قصر زمور بني خديش بالمدنين يعطيك الصحة بالحق معناتها خارق العادة اونديغي قاعدين نتفرجوا في كارت بوستال ماهوش مروتين نتصور هذوما هذا باش نسميه سيبون وزير السياحة والسعادة عرفتك اللي باش يعطيك السعادة ويعطيك السياحة واللي أهم من هذا فقط سامحوني حكاية على الـ الأكلة التقليدية من التراث وأنا أمنيتي في يوم من الأيام يحطوها en valeur بالحق معناتها على خاطر عنا معناتها اون بو ميم نخدموا على لو توريزم كولينير معناتها سياحه المطبخ اللي هي موجوده في برشا بقايا الا في تونس صراحه تبع الثقافه معناها راهو الثقافه راهو هي الماكله نتاعنا زيد راهو معناتها كي تاكل الماكله نتاع معناتها الجهه قاعده تتميز بها وقاعده معناتها الناس ينكيو لها وياكلوا منها ماكلتها حاجه مزيانه برشا اكيد اكيد انت تشوف مثلا الكسكسي نتاعنا عندنا تقريبا في كل في كل ولايه فما نوع نتاع كسكسي طريقه كيفاش اي طريقه التيب نتاعو في جربه بونارين بالحوت في صفاقس في قرقنا يعملوه بالقرنيت في تمشي الباجه عندهم البرزقاني ذولي في الكيف برزقين وعندهم بالمسلين دونك تلقى حتى في نفس في نفس الجهه تلقى الملفوف بالعصبين حاجه بنينه 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 على الله يا محمد يا سيدي انا البن هكا نتاع المعز وكل شيء حاجه ما وراء الخيال صحه وشفاء انا نحب نقول حاجه ياسر مهمه بالحق معناتها نداء معناتها انكور اون فوا جو لو دي مشيت المدنين وكي مشيت المدنين معناتها تعديت هكاك ما لقيت ما نعمل ما عنديش حتى حد يلموريونت معناتها يلزمنا فريمون اون ستركتور ولا وزاره الثقافه معناتها نعمل ابيل لوزاره الثقافه انها تشجع المدن هذوما وتورينا شنو موجود خاطر انا كي مشيت المدنين ما لقيتش حتى حد معناتها حتى بلاتفورم باش توريني ما فماش حتى توجيه بدت ومشيت كملت تعديت وكهو معناتها الوغ كو تعديت اكوتي من هذا اللي كنا نشوفوا فيه في التصاور توا برافو صحيح على الاخر حبيت نقول لك اللي علاش انا حكيت اليوم بالذات على على زامور تريكينج ما تحكيت وحبيت الناس تعرف اللي ثم تظاهرات سنويه قاعده تقوم بها وهذوما راهو الناس اولاد الجهه يا صراحه هما اللي يحبوا ينهضوا بالجهه نتاعهم وهما اللي يحبوا يقدموا الحقيقه فما ديفون ما نكذبوش على ربي فما ديفون يعطيهم معناتها لينيو اوروبيان ولا غيره ولا سويس كونتاكت برشا ديفون يعطيهم ولكن قاعدين يثمنوا فيهم فقط قاعدين يبنيوا في ديار الحفر ويعملوا في ديار الضيافه ويعملوا في حاجه مزيانه معناتها مندوبيات السياحه اللي موجوده في الجهات ماهيش قاعده توجه في الزوار اللي يمشيو غادي وهل نتوما كشباب ناشطين علاش ما تفكروش في اون ابليكاسيون تحطوا فيها لي زانفورماسيون هذي الكل باش اي واحد يمشي يعرف وين يمشي ويشوف تصاور خمم فيها بالكدا محمد تيسير على الاخر فما عندنا ان معناتها ان سوسيتي قاعده تعمل اسمها ايدوي ابليكاسيون اسمها ايدوي تنجم تدخل فيها وتلقى البلايص هذوما الميزانين تلقى لي جيد نتاع البلايص الميزانين هذوما وتلقى معناتها حتى لي اللي موجودين على طول العام تيسير هذا نحكيو فيه غدوه ان شاء الله باش تعطينا اكثر تفاصيل لانه توا موعد الميديو دخلت علينا الفا في استوديو صباح الخير الفا